عليكم ورحمة الله وبركاته، تصبحوا وتربحوا إن شاء الله بالخير والتيسير عليكم ويرزقكم من واسع فضله. اليوم إن شاء الله غنحاول نشارك معكم بعض الملابس اللي خديت وحدين عاد جداد، وحدين راه يعني كانوا عندي والأخوات كيسولوني عليهم، منين خديتي هذه منين خديتي هذه. قلت أنا نجمع لكم بعض الأشياء، عندي مازال شي حويجات أخرين ولكن هادو الأشياء الأكثرية اللي سولوني عليهم شي أخوات واللي وصلوني دابا، ونقول لكم يعني نظري فيهم اللي بغات تشريهم ولا شي حاجه. انا كنشري من شين دائما قبل ما نبدا الفيديو، ما كندير لا اشهار لا حتى حاجه، كلشي من مالي الخاص اليوم ان شاء الله. ولكن قبل ما نبداو الفيديو اخوتي، هادشي اللي غنوريكم هذا ذوقي انا والاذواق لا تناقش. حاجه واحده اخرى، ما تناقشوش معايا الاحكام الفقهيه ولا ما حرام الالوان ولا ما حرامش ولا ما خصكيش هادي ولا، كل واحد والاقتناعات او القناعه ديالو. الاشياء اللي فيها اختلاف ما بين حتى العلماء وما بين المذاهب، انا كنمشي مع الاشياء اللي كتناسبني واللي كتريحني نفسيا، والاشياء اللي احكام مقطعه من عند الله سبحانه وتعالى كنقول سمعنا واطعنا، ولو انني ما كننفذهاش كلها كنطلب الله سبحانه وتعالى يردني ويردكم ردا جميلا. هادشي اخوتي اللي كاين، غنشارك معكم. شوفوا دايره لكم السويقه، غنوريكم حاجه اخرى. ها فيا الهضره يلاه. هاد الجهه شوفوا كي زوينه، شوفوا باش ما تبقاش يعني شي حويجات اخوتي الانسان خصو ياخذهم عادي عادي عادي. شوفوا هاد الجهه راني دايره لكم التشكيله اللي غنشارك معاكم. هادي دابا لا شتيها كتقولي هاد يوتوبوزا الاناقه والصالون يا لاله وكلشي، وهاد الجانب الاخر اللي كلشي مازال مرون ومكرفس بسبب هاد الشيء، وهذا يعني عادي 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 واش فهمتي. ولكن هاد الجهه اللي غنصور لكم فيها، وهاد الجهه شوفوا كي دايره كلشي مرون سالي ونجمعو. علاش بينتكم هاد النقطه، خصكم تبقاو تشوفوا الامور عاديه، ما تبقاوش تقدسوا البشر. العبايه اللي عجباتكم بزاف او الكسوه اللي عجبات بزاف نتاع الاخوات وقالوا لي اسماء من خديتيها من هذا، خديتها من شين، خديتها انا كان عندي واحد الكود، وهذا الكود ماشي حيت كديري لهم الاشهار، ملي كتكوني كليان ديالهم تيعطوكي دائما كود في 10% 20%، كان عندي 20% ديال الكود ناقص، خديتها ب 4000 ريال مغربيه 22 اورو كانت ناقصه عندي. ها شوفوا كي كتجي، ها نقول لكم كتجي طويله، اليدين ديالها دايرين بحال هكا من الفوق بحال السوميج، ومن التحت ها انتم شوفوا الوسوعيه، شتو كتجي واسعه، ومن الظهر ديالها عندها هاد البلي هادو. ملي كتلبسيها كتحسي بواحد الفخامه واحد الاحترام واحد الاناقه. وهذه النصرانيات هنا وقفوني عليها، وقفوني قالوا لي ملي خديتيها عجباتهم. هذه فنه 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 في اللبسه في الثوب في كل شيء، كنصح بها الاخوات اللي كيلبسوا المستور اللي كيلبسوا المحترم، حتى اللي ما كتديرش الحجاب الله يهدينا ويهدي الجميع تلبسها، راه الفخامه في اللبس المستور اخوتي. راه جربنا العرا وجربنا شحال من حاجه الله يتجاوز علينا، ولكن الحمد لله ما كاين ما احسن الستره، الستره زوينه. هذه ها هي واحد الحاجه كنت كنديرها خاطئه، شحال هذه كنت كنشري كسوه من جهه قميص من جهه، دابا وليت اي كسيوه كناخذ لها الاكسسوارات ديالها وكناخذ لها الدره ديالها اللي كتماشى معاها. هذه هي حيدناها علينا، عجباتكم هذه، هذه كنت لبستها في واحد الفيديو وكلشي عجباته. هذه جايه بحال كسوه حتى هي حتى لتحت، شتي حتى هي حتى لتحت حتى هي حتى لتحت كسيوه. انا البنات قصيره، في الحالات البنات اللي طوال يمكن كيضيفي لها لاخر جوبا ملي كيلبسوا المحترم ولا، مهم كتجي زوينه هذه الا درتي لها جال كتجي فنه فيها. بغيتي تلبسيها هكا كلاس تلبسيها، بغيتي تلبسيها سبور كتحيدي لها هادو كيبقاو هاد البطونات، ولكن انا خديت لها هاد الدريره هذه اللي تجي كبيره وتجي بحال شكل خيمه هكا نازل عليها. وهاد الاكسسوار هذا كتعرفوني انا مع البروش كنحماق على لي بروش، تجي فنيونه وفي اللبسه وتعطي واحد الاضاءه للوجه ما نقولش لكم، وعجبات بزاف نتاع الاخوات. هي الثمن ديالها بسيط، كلشي غنخلي لكم في صندوق الوصف، وكاينين دابا لي برومو في حالة شي وحده بغات تشري. هذه شريت وعندي فيهم في الالوان، صبر اخوتي، وكنت شاركتهم معاكم. هذه دائما كنصح بها اي وحده محجبه ما محجباش، باغا تحجب باغا تستر كلشي، يكون عندها هذا النوع. هذا كتجي كلاس، كتجي فنه ومطلوقه وغزاله وصيفيه بامتياز، ما كتحسيش بالصاد، وفي نفس الوقت اخوتي شنو نقول لكم، ما كتبينش يعني، هي ما كتبينش. ها نقول لكم هذه عندي في الغوز في الزرق في الالوان، وزدت دابا في هذا الباج، واللي وليت كما كنقول لكم كل حاجه كندير لها الدريره ديالها، حيت كيقول لك الناس كيفهموا في
وفعلا كتجي هاد القضيه ملي تلبسي السامبل من التحت من الفوق المزوق والعكس صحيح. ها نتوما شنو كتجي؟ كتجي كسيوه بالسميطات، كسيوه هي هكا كتجي بالسميطات، يعني اش قلت صيفيه، وكتجي فوق منها هاد العبايه. وما تخافوش هاد راه ما تيبينش، ما تيبينوش ملي كتلبسيهم. ها انت حاجه وحده هو ان هذا عنده واحد المشكل، هاد العبايات حيت واسعين شي شويه من 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 هذا من اليدين، فانا كنت كنلبسهم شحال هذه والله يتجاوز عليا. وملي كنت كنبقى نهز نهضر كتبقى تطلع لي حتى لهنا، كيبقى يبان لك كلشي شويه، كتبقى ما هو حجاب. فخديت لهم هذا النوع، هادو هذا النوع هادو ديال اليدين. انا نلبس وحده هنا باش تشوف هذا النوع ديال اليدين، ندير هذا تحت هذه النيت باش ملي كنكون كنهضر. هذا النوع ديال اليدين هادو كيتباعوا، غير اليدين هادو كيتباعوا، كيوصلوا لك حتى لهنا. انا واخداهم ليا والساره واخداهم في الالوان وفي الاشكال، واخداهم حتى للدار ليا ملي كنبغي نلبسهم مع قفيطنات. واخده هادو اللي بالشبكه كيجيو زوينين، كيجيو انيقين، كيجيو انثويين. هادو اللي بحال الشبيكات كيجيو معرجين. هاد بالنسبه ملي كنبغي نلبس شي قفيطين في الدار ولا شي حاجه، وكتعلي داك القفيطين وديري داك التخامل، داكشي بلدي ديالنا زماني. انا كنحرص على هاد المسائل، هذا كلشي اللي بلدي وداكشي. هانتوما كتجي زوينه، يا كتجي هذه كتبين، ولكن بالنسبه مثلا كل واحد وهذا. هانت هادو فنين، كاينين في الالوان. خديت لها وحده باش ملي كتبقاي خدي لها وحده في هذا الباج مثلا اللي معاها، اولا ملي كتهزي يديك كتكوني مرتاحه وكيجيو انيقين. هانتوما غنخليها هذه النيت هنايا كنهضر ويدي كيتهزوا، فهمتوا؟ هذه فنه 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 حتى هي تلتحت، ودرت لها واحد الشويكه خفيفه هنايا. هاد الشويكه باكيه، انا نوريهم لكم باكيه، شريتهم بأورو 50، ما كاملينش 20 درهم. باكياج فيها هادي، انا نوريكم فيها هادي، فيها هادي بحال شكل تفنيتات، ولكن كتزيديهم هكا بغيتي تشديهم هكا ولا هذا. فيها هادي كديريها حتى هي، انا هادو دايراهم في ليفيس الاخرين. وفيها هادي فيها شي غنوريكم عبايه واحده اخرى فنه وكتجي فشتاش تعبت تحتاني لابساها مولاتها، لابساها مع كسوه في الكحل عند بالي، عبايه كامله ساعه صيفطوا لي غير الفوقاني. ولكن انا لبستها داك النهار مع جوبا في الابيض، ودرت من تحت واحد التريكو عادي، ولكن انا طلقت عليه الخمار بحال هكا، طلقت عليه دره كبيره، وعرفتي كي جات في اللبسه عاود كلشي بدا تيقول لي اللبسه غزاله من خديتيها. صبر اخوتي، الثمن ديالها حتى هي مناسب. فيها شوفو انت، انا لبست هذه راه جوبا في الابيض، غير انا نسقتهم شحال هذه كما قلت لك، ما كنتش كنعرف كنشري كل مره، دابا وليت كل لبسه كندير لها المسائل ديالها ونحطها. شوفوا اليدين ديالها كيجيو حتى هما واسعين، تقدري ديري من تحت منهم هادو هادو باش كيجيو مجموعين، ديرها في الكحل ولا في الابيض ولا فهمتي هكا شتي. والتحتاني كتجي طويله، انا وجاتني طويله هذه لبستها مع الطالون اخوتي، ولكن الطالون ما جايش باين، داك الطالون اللي كيمشي كله ماشي كيقرقب، داك اللي عادي معنا قصيره. ها شتي فيها واحد الطريزه، ها نتوما غنوريك هكا هكا شتي. ملي لبستها مع الطالون جاتني هي هذيك، وجات هابطه ما باينتش حتى في رجلي، ما كيبانوا لا رجلين لا والو، كتجي انيقه. ودرت لها هذا الاكسسوار اللي شريته غير باورو، يعني اخر عاد واحد القفيطين عاد خديته، هذا هو اللي عاد وصلني مؤخرا وجا فن في اللبسه. هنوريكم هذا لبستو بوحدو في الدار، شريت واحد الحوالق داك النهار راه ما الفوق ما جبتهمش، ودابا زدت منهم. هادو حتى هما رخاصين عادي، اللي عندها الذهب ديال، انا ما عنديش الذهب وما كنهتمش به، لانه واخا كنت درتو كنت كنبقى نحيد ونحيدو كنقنط به، كيعجبني نبقى ننوع في الحوالق. ها انت دابا راني كنت دايره هذه في الدار لابسه مع واحد الكسيوه وحيدتها باش درتها، ها هما كانت محطوطه غير هنا، فهمتي كتجي زوينين. هذا بالنسبه تكوني في الدار نهار الجمعه، حاولوا ترجعوا داك العادات الجمعه قفيطين، والله الا لا زوينه زوينه. انا دابا واخده عاده جات ولكن حتى لهذا العام ما نكذبش عليكم، قبل حتى انا كنت غا كيما يعني عادي اهمال اهمال. هذا فن، ها نتوما حتى هو سامبل حتى لتحت وكيجي واسع. وفحال جا عندي شي حد فكرت ديت له هاد الدريره، هادي هاد الدريره هادي ملي كطلقيها عليه بحال شكل خمار ما تتبقاش تبان هاد الزواقه، عين انت راه غديري الدره ما كتبانش هاد الزواقه، كيبان بحال لي غير هكا، وكتجي متناسقه معاه اكثر، فهمتي؟ حيت انا كنطلق كما قلت لك كنحاول انني نطلق دابا الدره مزيان على صدري بشويه بشويه اخوتي. شحال هادي كنت كندير
الحجاب السراول نتاع الجين، حيت الجين، حيت دابا كنلبس شويه سراول شعر اللي ما نقدرش نلبس السروال مزير، ونتمنى نبقى هكاك حتى كطوري وشويه كل حاجه يسيروا ولا تعسروا حتى مع وليداتكم. شتي كتجي فنه حتى هي وانيقه، وحجاب نقيقي وزويون ومستور، ولا جا عندك شي حد كتبان المراه المسلمه في كامل الحله ديالها انت، شوفي وفي نفس الوقت انيقه. شوفي هاد الدره هذه كبيره، هي اللي صدقات لي غنزيد منها. هاد الدره خديتها ب 3 اورو، 3 اورو 600 ريال مغربيه، 30 درهم من شين، وفنه فن عاوتاني تعجبني الالوان، تنموت عليهم وتلبسهم وتنزوق بهم داري وكلشي. عاد واحد القفيطين عاد خديته، هذا هو اللي عاد وصلني مؤخرا وجا فن في اللبسه. هنوريكم هذا لبسته بوحدو في الدار. شريت واحد الحوالق داك النهار، راهما الفوق ما جبتهمش ودابا زدت منهم. هادو تا هما رخاصين عادي، اللي عندها الذهب دير. انا ما عنديش الذهب وما كنهتمش به، لانه واخا كنت درتو كنت كنبقى نحيدو نحيدو، كنقنط به، كيعجبني نبقى ننوع في الحوالق. ها انت دابا راني كنت دايره هادي في الدار لابسه مع واحد الكسيوه وحيدتها باش درتها، هما كانت محطوطه غير هنا، فهمتي كتجي زوينين. هذا بالنسبه تكوني في الدار نهار الجمعه، حاولوا ترجعوا داك العادات الجمعه قفيطين، والله الا لا زوينه زوينه. انا دابا واخده عاده جات ولكن حتى لهاد العام ما نكذبش عليكم، قبل انا كنت غا كيما يعني عادي اهمال اهمال. هذا فن، ها نتوما حتى هو سامبل حتى لتحت وكيجي واسع. وفي حاله جا عندي شي حد فكرت خديت له هاد الدريره، هادي هاد الدريره هادي ملي كطلقيها عليه بحال شكل خمار ما تتبقاش تبان هاد الزواقه. عاين مثلا غديري الدره ما كتبانش هاد الزواقه، كيبان بحال لي غير هكا، وكتجي متناسقه معاه اكثر، فهمتي؟ حيت انا كنطلق كما قلت لك كنحاول انني نطلق دابا الدره مزيان على صدري بشويه بشويه. اخوتي شحال هادي كنت كندير الحجاب السراول نتاع الجين، حيت الجين، حيت دابا كنلبس شويه سراول شعر اللي ما نقدرش نلبس السروال مزير، ونتمنى نبقى هكاك حتى كطوري وشويه كل حاجه يسيروا ولا تعسروا حتى مع وليداتكم. شتي كتجي فنه حتى هي وانيقه، وحجاب نقيقي وزويون ومستور، ولا جا عندك شي حد كتبان المراه المسلمه في كامل الحله ديالها انت، شوفي وفي نفس الوقت انيقه. شوفي هاد الدره هذه كبيره، هي اللي صدقات لي غنزيد منها. هاد الدره خديتها ب 3 اورو، 3 اورو 600 ريال مغربيه، 30 درهم من شين، وفنه فن. نوريكم حاجه اخرى حتى هي وصلتني زويونه، هذه فنه، هذه فنه فنه. عرفتي كي كتجي في اللبسه؟ يا سلام اختي لبستها كدبش عليكم، هذه درت المهم المهم سكت حسن. شوفوا كتجي قفطان من التحت، وانا هاد الستيل هذا علاش كيعجبني ناخذه باش كان ايفيتي الا جات شي حاجه مزيره من اللور ولا، هو القفطان جامطلوق. هادي خديت طايه صغر مني وجات واعره، جاتني هي هذه القفطان جا مجموع، الا لبستي القفطان جا مجموع شويه من اللور، ولكن هاد اللعيبه اللي ضايفين له من الفوق، هاد اللعبه اللي طي... بحال الفراشه ولاش كنقولوا لها، هاد اللعيبه عطاتو داك الفخامه وداك الستره اللي كنقلب عليها، فهمتوا؟ وجا فن هذا زعما غير هكا في ليله الليالي الرمضانيه جايه، فشي مناسبه شي حاجه خفيفه شي مهم في دارك، بغيت نتفركش شي نهار ضربت خميله للدار ساليت، نضرب شي سيشوال شعري ونقاد الحاله شي تماكياجه ونلبسها، اولا انني نفرح براسي مع وليداتي. هذه الصراحه طلع فاش درت لها الدره ما جات شي حاجه، ولكن عرفتي ملي كتلبسيها في الدار وتقادي الشعر وتضربي شي تماكياجه عرفتي كتجي عروسه، كتجي فنه العيالات. ها حاولوا اولا البنات حاولوا ان الانسان يفرح راسه. شوفوا البنات حياتي كامله كنخدم، منين تجوش انا كنخدم وكنشري للدار وكنشري وما كنفرحش بحال اللي كنفرح ملي كنشري لراسي، كنشري لولادي كل شويه، ملي كتشري راسك كنفرح حتى البنات كتلاحظوها. هذه كذلك واحد اللبسه اللي فنه، ولكن ما محداش دابا حيت ما محداش ما بينها لكمش، انا عاد نحدد هادشي ونرتبو انا، فهمتي؟ هذه قميجه، هذه قميجه ياك، قميجه كتجي من تحت الركبه، وانا كما قلت لك باش ندير لهذاك الشرط ديالها الزوين وداك الستره اللي كنقلب عليها، درتها مع جوبه في الكحل، هذوك الجوبات نتاع لي بلي اللي كنصح اي محجبه اي وحده خاصها تكون عندها هذا النوع، كتنفع كتنفع وكتجي فنه. عرفتي راه واخا تشوفيها هكا خلاتها وحده واحد النهار كتفرج فيا وكنت لابسه واحد الواسع وقالت لي مالك اختي على هذا الدربيل، هذاك سميتو الستره
هذاك سميتو الست، راه مشيت تدربي لما التفركيس. ناري ناري راه كنعرفو، راه كلشي كيعرف يلبس الجينات ومزير ومقزب وداكشي، ولكن حنايا الحمد لله الانسان اللي كيختار واحد الطريق راه كيكون فرحان بيها. هذا ماشي بالدربيل، هذه الست راه كتجي فن. شوفوا البنات هذه قميجه كتجي، انا كيعجبوني هادو لان اللي كتجي شويه من هنا هي هذيك، وكين هابطه وكتوسع، هابطه وكتوسع. كتعرفي حنا عيالات ملي كنولدوا وداكشي داك المناطق كيزيدوا لنا اكثر من الكتاف، يعني كتولي الكرش، كتولي لي هونش، كيوليو بزاف د الحاجات. ها شتي راه ملي كديريها مع قميجه، ودرت لها هاد الدريره، هاد الدريره هادي درتها فيها معاها باش نهرس، حيت كلشي سامبل. درت لها هاد الدريره هادي اللي غاده فيها واحد شويه ديال هذاك، ودرت لها هاد الاكسسوار اللي تعرفيني باش كضيفي لها داك الفخامه الا بغيتي ترديها كلاس وتلبسيها داكشي، وكيجي داكشي زويون كتضيفي معاها هادشي. وانا قلت لكم والله الا اللباس ديالي ملي كنلبس هاد اللباس الا نصرانيه تيعجبهم، تيقولوا لي عطينا الكود ديالهم من شريتي منين هذا، وكيعجبهم. ها شتي كتجي زوينه، ديري هاد الشويكه هكا، هادي شي تبع 10 دراهم يعني ما غاليش شتي. واخر حاجه البنات اللي غنوريكم وراني طولت عليكم في الحوايج هي هادي، هادي عجباتني، هادي ما نقدرش يعني ما غنخرجش بها، هادي خليتها للدار ولا صورت شي فيديو غير من الفوق، حيت الصراحه الله ما ارتحيتش فيها بزاف، حسيت بها بحال من اللون جاتني شويه معيقه مثيره ما هياش. والدريره ديال صغار هادي مثلا فاش نبغي نصور شي فيديو، انا اكثر هاد لي فيديو كنصور تقريبا جالسه ما تنصورش واقفه، فغتجي زوينه. هي جليليبه درت لها هي الدريره ديالها، وفي حاله مثلا بغيت نلبسها في دويرتي مع شي كسعيه ديال الكسكسو، واخا جلابه كاين اللي كيقول لك واش جلابه في الدار، بالنسبه لينا حنا في الغربه خوتي ما عندناش فين نلبسوهم وداكشي، معليش الا كانت بحال هكا خفيفه. ها نتوما شوفوا هكا خفيفه، وعجبني هاد اللوين ديالها، هي كتجي حد لهنا ناقصه شويه في اليدين. فنهار اللي غنبغي نسجل شي فيديو غندير معاها الكمام هادو الصناعيين، وفي الدار بوحدها هكا عرفتي تلبسي. راه لبستها قال لي الزوج فكرتينا للمغرب، راه تيعجبهم هادشي دابا، واخا يقول لك راه تيعجبهم، قال لك في الجلابه، قال لك ما شحال ما قال لك ما عمري شتك هكا بجلابه وداكشي، حيت فعلا ما سنين وانا هنا يعني ما فهمتو. اه شتي هي كتجي زوينه، غير انا ما ارتحيت، حسيت براسي بحالي غاديه ما تما حجاب، واش فهمتي، في الزنقه ما صالحاليش انا، ولكن ان شاء الله في الدار وفي مع الزوج ومع هذا غتجي واعره هادي، ونضرب عليها شي حلاقات وشي تماكياج والمقادات، شي معيب ما حرام، بالعكس العكس، هادي راه عباده انك تكرمي راسك وتكرمي زوجك ووليداتك يشوفوك زوينه فهمتي. وواحد الاكسسوارات واحد اخرين اللي عندي منهم بزاف، انا في الدار هادشي كنستعمل، تلقي شعرك هادو باكيه دايره بشي 30 درهم يعني ما غاليين، شوفي شحال في هاد البندويات باش ما كتخليش داك الشعاب طالعين وداكشي. هانتي هادو تلقي شعرك وديريهم، كيجيو فنين مع الشعر مطلق، كاينين في هاد اللوينات قلت لكم فيهم 4 بشي 30 درهم. كذلك هادو واخداهم على حساب عندي كل وحده شنو دايره، هادي دايرها مع داك واحد الفواطه تاع الجلال ولا الطابليه ديال الشغل ديال الدار وداكشي، بهاد الكارويات ملي كتكوني كتقضي شغل الدار كتلبسي، عرفتي كي كتجي ومحترمه. انا غنسجل لكم بها هذيك روتين، غير غنكون دايره حجابي ما غنكونش دايره البوندو، وانيقه وتقضي شغالك، ولا عندك مثلا وليداتك عزاره وكتحشمي الدوري حداهم بالمزير وداكشي، يمكن لك تلبسيها كتعيشي مع الناس يعني لويساتك عقوزتك وما هذا تلبسيهم كيجيو فنين. غير انا في الدار قلت لك كندير هادو، عندي كذلك شي لبسات، عندي الحمر انا بزاف اللباس نتاع الدار، ان العيالات يقادوا راسهم. راه الحجاب علاش قال لك الله الحجاب، ديريه في الزنقه حمايه ليك الستره، هذا ماشي في الدار، ماشي حتى في الدار. واحد الحاجه غنوريكم هي زوينه، هادو انا قلت لك اللباس ديالي اللي كنلبس الدار مختلف على اللي كنبان فيه في هذا، راه كنقادو هادي اللي قال لك كتلبسو تدربيل، قال لك وحده قالت لي لا اختي الحجاب كيبهدل كتلبسو تدربيل، كنلبسو تفركيس، انا كنلبس بحال الرسوم في داري. شوفي هادو كديريهم مع كسيوات، ماشي الدره دابا هكا، هادو كنديرهم مع كسيوات، داك العاد شحال هادي داكشي ديال الرسوم ديال سالي، وهذا ها نتوما كيجيو فنين. دابا راه مع الدراجه هي مخيبه، اما هذه كضيفيها لاي كسيوه كتجي فنه، كتجي فنه، وعندها حتى الكميمات ديالها وداكشي داكشي. ونقول لكم شي اخوتي ايوا
لقيتونا الحمد لله، كنخافوا الله ما نوريكم اللباس كي داير. وهذا يعني اللي كيهين كامل الحجاب مبهدل. لا اختي الحجاب بالعكس، الحجاب كيزيد الجمال. دابا الحجاب ولا كيزيد والله، لا كيعطي واحد الرقي وكتحسي بواحد الراحه. غنوريكم واحد الحيله اللي انا مع البنت ديالي ساره، كتعرفوها بان دارت الحجاب صغيره، كانت قبل ما تبلغ، وهاد السنه هذه بلغت. ولكن اللي لاحظت انها احيانا يعني كتلبس وكتخلي مرخوف العنق ديالها كيبان، ويعني احيانا كيكون كبابط شويه. واخا كتلبس السراول ان شاء الله ما كتلبسش مزير، ما كتلبسش كاع، هي مصغره ما كنشريلهاش انا داك السراول، ولكن كيبقى شي شويه ناقص. وانا بغيت ادير حجاب زويون باش ما تسماش غير هذا. فبالخاطر وبالحيله شريت لها واحد الحاجات، شريت لها ليكول نتاع القميجات اللي كتلبسيهم باش ما كيضيقوش عليك، حيت ملي كنقول لها ماما ديري على الاقل شي قويميجة هنا باش تغطي لك غير العنيق ديالك ما يبقاش يبان، كنحس بها خصنا نتفهموا هذه المرحله. وما بغيتش نشدد عليها، لان الدين الا عطيتوه لولادكم بتشدد راه اللي ما كتهموش هذه النقطه صافي يمشي بحالاته. راني وريتكم حوايج الكبار، انا كنهضر مع الامهات اللي كيهمهم هاد المسائل هذا، باش ما ناخذلكمش الوقت ديالكم، لانني كنحاول ندوز رسائل في الفيديو، ماشي غير انا شريتي وبزعط شريتي بزعط كما تنقولوا حنا، لا دوش شي رساله. الامهات اللي عندهم نيات وباغيين يديروا الحجاب بالخاطر، فانا فكرت شنو شريت لها، كنقولها ماما ديري من تحت منه قميجه، كتقولي ماما القميجه كتقنطني من هنا، وملي كنلبس معها الكبوط ما كنبقاش مرتاحه ملي كنهز كمامي. واخا ماشي مشكله بنتي، خديت لها ليكول هادو ساهلين كيتلبسوا غير هكا، كيبقى يبان غير الكول، بشتا لا مشات الدره ديالها دارتها غير هكا، كتبقى مسدوده من هنا بشويه بشويه. ما بغيتش نشدد عليها، راه عاد عندها 13 سنه ويلاه بالغاز، وما بغيتش ننفرها. اما راه حنا كنعرفوا شروط الحجاب وهذا وهذا، ولكن راه حنا كنبغيو وليداتنا يكونوا صالحين، ولكن راه ما كنلغيوهمش شخصيتهم. حتى هي محقه تقول لك شنو نلبس وشنو ما نلبسش وشنو هذا، وغير بالخاطر خديت لها في اللوينه، خديت لها في الالوان الرئيسيه الكحل والبيض، وخديت لها كذلك معاهم. شوف انا الحيله خير من كذلك كما قلت لكم الكبابط احيانا تيكونوا شويه قافزين ملي كتحني ولا شي حاجه. خديت لها هاد لي جوب اللي كيديرهم البنيتات، هذا بالنسبه للبنات مراهقات 13 12 14، المهم داكشي اللي مازال ما ماشي كبيره وداكشي، فهاد اللباس صالح ليها يعني من منظوري انا صالح ليها من منظوري، لانني غادا مع بنيتي دقه دقه والحمد لله. الاسلوب ديالي مع الوليدات اللي غاديه معاهم به مخير الحمد لله، كنحس به ناجح لحد الان، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق ويدومها نعمه يا ربي. هذه كذلك كتلبسها بحال اللي كتعطي واحد الطول شويه للكبوط، ولا لا كانت لابسه شي حاجه، هذه بحال كيزيدوها ما كتجيش باينه، كتبقى باينه بحال شي قوي من جنازله ياك، وكتجي انيقه وفي نفس الوقت هي ما كتضيقش عليها. جبتهم لها قالت لي ناري يا ماما انت ما معكش المستحيل، قلت لها واش انت بنيتي ها انت شتي كي جيتي زوينه. فاحيانا ماشي هما تيكونوا معارضين، تيكونوا ما حاسينش براسهم اليز. صافي اخوتي هادشي اللي كاين، وريت لكم كامل اللي عندي دابا وصلني، عندي اشياء تاع الاضواء، واحد الزربيه خديتها زويونه، واحد هذا كنوريها لكم في فيديو اخر اللي غنحاول نصوره دابا باش نحيدو عليا ونجمع هاد الروينه هادي، حيت عندي الروينه راني كما قلت لكم. شوفوا ها الواقع، الواقع المعاش، هادشي اللي وريتكم، شوفوا على الروينه شتي ما وريتكم واحد جوج فيستات دغيا صبار ونوريهم لكم دغيا ونجي. ها ما خوتي هادو لي فيست، وضفت لهم داك الاكسسوار، كنضيف لهم داك صبار. ها هي هادي طاحت منا، هادي راه كتزول بحال فنيته، يمكن كديري اشكال وانواع فهمتي، وكتضيفي لها داك اللمسه. بغيتي تخليها هكا كاجوال تخليها، المهم هذيك الا بغيتي ترديها كلاص، انا كيعجبني اللباس بحال هكا. هادي فيست حتى هي طويله سال تحت، كضيفيها فوق شي كسيوات شي حاجه اللي حسيتي بها جايه مكروفه شي شويه وبغيتي تهرسيها فهمتي، كتجي مزيانه. خديتها حتى فهاد اللوين، هادي هاد اللوين كيجي زوين فهمتوا، ها كتجي وين فايته هذا، كضيفيها مع اشياء كتجي واعره. صافي هادشي اللي كاين اخوتي، غنختم ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيق الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم.